الاحتفالية كمان كان فيها رسائل مهمة الحقيقة، وأنا توقفت عند أكثر من كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي النهاردة خرج عن النص بعض الشيء وكان له بعض الإشارات وبعض الدلالات المهمة. هحكي لحضراتكم إيه اللي اتقال النهاردة في الندوة، وهنقف عند بعض المشاهد المؤثرة جدا والجميلة جدا واللي بتلخص زي ما قلت لحضراتكم جزء مهم من تاريخنا ومن عظمتنا كشعب مصري. احنا قدمنا على مدار السنوات الماضية عدد كبير جدا من الشهداء من القوات المسلحة ومن الشرطة المصرية، قدمتهم البلد وقدمهم الشعب وقدمهم الناس عن طيب خاطر، ده ما بيحصلش في أي بلد تانية، ده ما بيحصلش مع أي شعب تاني. محدش بيعتبر أنه بلده مهمة بالقدر اللي احنا بنعتبرها بيه، ومحدش عنده استعداد يضحي زي ما احنا عندنا استعداد نضحي لبلدنا والوطننا والأمننا والغيرنا من الناس كمان. قال ايه الرئيس النهاردة بالإضافة للمشاهد اللي احنا بقى هنعدي كده عليها ونستعرضها ونقف قدامها، لكن الرئيس الحقيقة كان له تعليق وتعقيب على الأوضاع اللي احنا بنشهدها. أول حاجة استوقفتني يمكن هو بيتكلم عن صوابية القرارات أو مرجعية القرارات اللي أخدتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية. الدولة لم تنخرط في أي مغامرات، الدولة لم تنخرط في أي قرارات فجائية، قرارات غير محسوبة، في أي اللي هي بيسموها كده مغامرات سياسية تضيع فيها الفلوس ويضيع فيها الاقتصاد وتضيع فيها البلد. ده كانت إشارة مهمة من الرئيس. الجزء الثاني برضو اللي علق عليه الرئيس واللي احنا يمكن تابعناه على السوشيال ميديا على مدار الشهور اللي فاتت كلها، يمكن تحديدا من أول ما حصلت أحداث غزة من 7 أكتوبر، والسوشيال ميديا مليانة بجملة ما تيلا، مش عندكم أقوى جيش في المنطقة؟ مش سلحتوا الجيش دوت وحرصتم على تنوع الجيش دوت وأصبح عنده إمكانيات وبنية تحتية قوية جدا وترسانة قوية جدا ومتنوعة جدا من الأسلحة، ليه مش بتحاربوا؟ وهنا رد الرئيس أو يعني وضح إجابة السؤال دوت، مصر مش دولة معتدية ومصر مش دولة بتبدأ بالحروب، ولا مصر دولة تشعل الحرائق في المنطقة، احنا دولة سلام. وده جزء من عقيدتنا بالمناسبة وجزء من عقيدة القوات المسلحة أيضا. القوات المسلحة المصرية ما بتخرجش برة حدودها إلا دفاعا عن الأمن القومي المصري، مش دولة معتدية ولا قوات مسلحة معتدية، ولا احنا بنروح نطرق الأبواب بحثا عن المشكلات أو بحثا عن الخراب. الحرب مش فسحة ولا الحرب دي لعبة، وتكلفة الحرب أكبر بكتير جدا من المزايدين مما يتحملوا أو يستوعبوا المزايدين واللي بيقعدوا كده يقولوا شعارات عن وطنيتك وشعارات عن قوميتك وعروبتك. التكلفة أكبر من الكلام ده بكتير وأكبر من الشعارات دي بكتير. اتكلم الرئيس عن الجزئية دي واتكلم كمان عن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهي تكلفة كبيرة جدا، 90 مليار دولار عشان فقط ترجع البنية الأساسية لقطاع غزة ويبقى ممكن الناس ترجع تعيش فيها. يعني المبلغ كبير قوي كان ممكن يستثمر أو يوضع في تنمية المنطقة الحقيقة كلها، مش إعادة الإعمار ومش إصلاح الخراب اللي حصل في القطاع، ناهيك بقى عن الخسائر النفسية والخسائر المعنوية والكم البشع واللا معقول من الشهداء اللي سقطوا في القطاع، يقترب من 30,000 شهيد بحسب الأرقام الرسمية أو الإحصاءات الرسمية، واللي دايما الإحصاءات الحقيقية بتبقى أكبر منها بكثير. خليني أشوف مع حضراتكم جزء من كلمة الرئيس في الخصوص ده وعلق فيها على الوضع في قطاع غزة ونرجع نستكمل في رسائل اليوم. في كل المساعدات اللي تقدمت محدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في إسقاط جوي ما بتخشش ليه من المعابر. مش أنا قلت لكم من الأول إن إحنا في مصر حريصين على إن إحنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعة، وأي فرصة لينا إن إحنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا أو حتى من عندنا تدخل بأي حجم طالما المعابر مفتوحة. والناس كانت كلها يقول لك إيه؟ لا ده كلام
مش احنا يعني كلام ان ده مش حقيقي. ده المعبر بيتقفل وانا قلت لكم المعبر ما بيتقفلش. طب هما بيرموا دلوقتي ليه؟ عشان الشمال مثلا بعيد شويه، ولا عشان ايضا في تحديات في دخول المساعدات من المعبر او من المعابر؟ بس في عندنا احنا معبر احنا مسؤولين عنه. ده الحقيقة الجزء اللي رئيس علق فيه على مسألة المساعدات ودخولها للقطاع والوضع في قطاع غزة والتحديات اللي احنا بنعانيها في الملف دوت. احنا بنسعى لإحلال السلام الحقيقة من اليوم الأول، بنسعى إلى وقف إطلاق النار والهدنة من اليوم الأول، وبنسعى إلى ما هو أكثر من مجرد وقف لإطلاق النار، احنا بنسعى لأفق سياسي، أفق سلمي. والحقيقة مصر كانت يعني عندها رؤية وبصيرة واستبقت الوضع ده بكتير. مصر بقالها سنين وسنين من قبل ما يحصل عملية طوفان الأقصى والتصعيد الأخير في القطاع، من قبل كل ده ومصر بتحذر يا جماعة ما فيش أفق سياسي. طالما ما فيش أفق سياسي يبقى عندنا مخاطر انزلاق أمني وميداني أكبر بكتير. التداعيات هتكون رهيبة على المنطقة كلها، التداعيات في قطاع غزة هتكون مؤلمة ومؤسفة وصعبة جدا على أهالي القطاع وأهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة برمتها. مصر بقالها سنين بتحذر من اللي بيحصل في الضفة الغربية، بقالها سنين بتحذر من اتساع وزيادة عدد المستوطنات. ده جزء من اللي احنا بنعمله في الملف الفلسطيني أو ملف الصراع والقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الجزء الثاني احنا شغالين على ملف المساعدات بايدينا وسناننا من اليوم الاول، واحنا بنحشد ونجمع ونصف المساعدات من كل من يريد ان يرسل مساعدات انسانيه واغاثيه وطبيه للقطاع، وبنجتهد عشان نوصلها بكل الطرق رغم المضايقات الاسرائيليه المستمره، رغم التعنت الاسرائيلي الواضح، رغم الاجراءات التعسفيه وتضييع الوقت على المعابر. برغم كل ده ما سكتناش، بنحاول نوصل المساعدات بالجسر الجوي، لم نترك باب لإيصال المساعدات لأهالينا في القطاع إلا وطرقناه كمصريين. الأزمة كبيرة والأزمة صعبة والوضع محتاج تدخل دولي أكبر من كده بكثير.